استكملت مؤشرات البورصة المصرية صعودها، وصعد المؤشر الرئيسي EGX 30 ب1.5% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة رابحا 192 نقطة. مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بأكثر من 16% لينهي التعاملات عند 673 نقطة. وارتفع مؤشر EGX 100 ب18% ورقم الإغلاق كان 1679 نقطة. اللون الأخضر سيطر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 103 سهم من إجمالي 172 سهما متداولا، وهبطت أسعار 32 سهما، وبقيت أسعار 37 سهما دون تغيير. من التحركات الإيجابية للأسهم القيادية وأبرزها البنك التجاري الدولي والمجموعة المالية هيرماس وجلوبال تيليكوم، وبلغ حجم التداول أكثر من مليار جنيه. وربما نتابع معكم الآن الأسهم الأكثر تداولا بالمؤشر الثلاثيني. إذن جلوبال تيليكوم القابضة والسويدي إلكتريك والمجموعة المالية والبنك التجاري الدولي، والارتفاعات الأكثر كانت في جلوبال تيليكوم والسويدي.